التمثيل حرام وان عندها اتجاه يعني متحفظ على شغلانه ابوها. ربنا يعيش في كل الناس، بس لما حد يقول عليا كده وهو مش فاهم حاجه والفات يزيد بوك، انا ما عنديش فيسبوك ما عنديش، فانا بكره اي حد من الحاجات دي وبكره حاجات السوشيال ميديا. احس انه الفن ده على قد ما هو جميل وحب الناس جميل، على قد ما هو مؤذي في حياتك الشخصيه. اي حد لو مات من الفنانين بيسلخوه وده كافر وده وبيشتموا بيقطعوه، انا بقوم على يسرى بالتحديد. دلال الان بتعالج من اثار الكورونا، رئتها لسه بتتعافى. هي لسه على جهاز تنفس يا فندم ولا خلاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد وفاة الفنان سمير غانم انتشرت اخبار كتير على السوشيال ميديا، في من الاخبار دي اللي طلع صح وفي اللي طلع غلط، لكن الملفت للنظر هنا ان الفنانه دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم ما طلعوش اكدوا او نفوا. كان دايما اللي بيتكلم الفنان حسن الرداد والاعلامي رامي رضوان، فعلشان كده طلع اتكلم مع حضراتكم واقول لكم حقيقه كل الاخبار المنتشره على السوشيال ميديا. هنتكلم وهنعرض على حضراتكم النهارده اخر تطورات الحاله الصحيه للفنانه دلال عبد العزيز، وللاسف هي اخبار مش كويسه زي ما انتشر على السوشيال ميديا اللي حالتها حاليا مستقره. وهعرض على حضراتكم مقطع فيديو بيأكد الكلام ده، وهنعرض على حضراتكم كمان مقطع فيديو للفنان سمير غانم قبل وفاته لما دنيا سمير غانم وجهت له سؤال وقالت له هل التمثيل حرام، وازاي الفنان سمير غانم اقنع دنيا ان التمثيل مش حرام. طب مين اللي انتحل شخصيه الفنانه ايمي سمير غانم وبينزل بوستات باسمها على موقع فيسبوك، وايه رد الفنانه ايمي سمير غانم والفنان حسن الرداد على اللي بيحصل ده؟ طب تفتكروا حضراتكم فنانه زي هاله صدقي ايه اللي يخليها تغير موقفها بعد ما هجمت الفنانين عشان كانوا بيرقصوا، تطلع في اللقاء التلفزيوني وتدافع عن يسرى وتقول ان دي حمله ممنهجه؟ تفتكروا حضراتكم ايه السبب؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. فضلا وليس امرا يا ريت حضراتكم توقفوا مقطع الفيديو وتنزلوا تدوسوا لايك، لان اللايك بيساعد على انتشار الحلقه، لان الكلام اللي هقوله في حلقه النهارده كلام مهم جدا وهاكد اخبار مش منتشر على السوشيال ميديا. اول حاجه هتكلم مع حضراتكم فيها في حلقه النهارده هو عن مقطع فيديو للفنان سمير غانم كان بيرد على سؤال اتوجه له عن ان التمثيل حرام ولا لا، لان دنيا سمير غانم كانت مش راضيه تدخل مجال التمثيل وبتقول للوالدها ان التمثيل حرام، لكن الفنان سمير غانم اقنعها ان التمثيل مش حرام. تفتكروا حضراتكم اقنعها ازاي؟ تعالوا نشوف مقطع الفيديو ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني. تقول له التمثيل حرام وان عندها اتجاه يعني متحفظ على شغلانه ابوها، وقال لي حقيقه انه محتار جدا انه هيقول ايه لبنته، يعني مش عارف يقول لها ايه، وفي نفس الوقت هو حابب انها تتجه الاتجاه السليم والصحيح ده. بقى حكايه البنوتي ودلوقتي يعني اقنعتها طبعا ان الفن ما هوش حرام ابدا ما دام بتؤدي رساله، انما ما دام العلاقه بينك وبين ربنا سليمه ومظبوطه وما بتعملش حاجه تغلط ربنا فيها خلاص ما فيش اي عتاب عليها. واقنعتها وفعلا بدات تتجه هي كمان حاليا دلوقتي بدات تتجه للغناء، لان صوتها من اقوى الاصوات اللي انا سمعتها وبحاول انميها ان شاء الله وهقدمها في الوقت المناسب. طب هل خدت مساله اقناعها بالحكايه دي خدت وقت، وايه اللي اوحلها بكده؟ يعني هم دلوقتي اكتر مننا بيفهموا اكتر مننا ويعرفوا اكتر مننا في جميع المجالات. زي ما حضراتكم شفتوا ده كان رد الفنان سمير غانم لما توجه له سؤال هل التمثيل حرام ولا مش حرام الحاله الصحيه للفنانه دلال عبد العزيز. طبعا انتشر اخبار على السوشيال ميديا بتاكد ان الفنانه دلال عبد العزيز حالتها الصحيه بقت مستقره وان المسحه بتاع كورونا بقت سلبيه، وبالفعل الاخبار دي صحيحه يا جماعه، المسحه بتاع كورونا كانت سلبيه، لكن حاله الفنانه دلال عبد العزيز ما زالت سيئه وما زالت لحد الوقت ده موضوع على اجهزه التنفس الصناعي، لان مشكله دلال عبد العزيز ان بعد اصابتها بفيروس كورونا حصل لها مشاكل في الرئه. والكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده رامي رضوان بنفسه كتبه في بوست على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، لان المسحه اللي اتاخدت للفنانه دلال عبد العزيز كانت متاخده من اسبوع تقريبا قبل وفاه الفنان سمير غانم. لكن قبل ما نشوف مقطع الفيديو اللي بياكد ان الفنانه دلال عبد العزيز لسه على اجهزه التنفس الصناعي، عايز اقرا مع حضراتكم جزء من مقاله كتبتها جريده الوطن بخصوص الموضوع ده. كتبت جريده الوطن ايه؟ علامة الوطن أن الفنانة دلال عبد العزيز تسأل بشكل دوري حال استيقاظها في المستشفى، ونحط تحت الجملة دي يا جماعة 100 خط، يعني معنى كده الفنانة دلال عبد العزيز مش في وعيها أو فقد الوعي. نكمل المقالة، وبتسأل أطبائها وممرضيها عن حالة سمير غانم، لأن لحد دلوقتي
ما تعرفش خبر الوفاة، وبتقول وقت ما بتفوق كمان اللي عايزة تقابل بناتها، لكن الزيارة ممنوعة عند دلال عبد العزيز. وده بيأكد الكلام اللي كنا اتكلمنا مع حضراتكم فيه قبل كده، ان الفنانة دلال عبد العزيز حالتها لحد وقتنا ده غير مستقرة بالمرة. والبوست اللي كتبه رامي رضوان كان بوست قديم، قال مسحة سلبية يا جماعة، لكن حالتها ما زالت متدهورة لحد اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها. اعتذر ان احنا مش عارفين نرد لاننا متواجدين طول الوقت لجانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز. دلال بقت نيجاتيف، وده فعلا معلومة عارفينها بقالنا فترة، السلبي منذ ايام، لكن دلال الان بتعالج من اثار الكورونا، رئتها لسه بتتعافى. فرصة وحضرتك معانا نطمن على الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز، اخبارها ايه؟ الحمد لله، هي دلوقتي الحمد لله المسحة أصبحت سلبية كويس، وهي الآن بس تعاني من بعض الآثار اللي بتحصل في التهاب في نسيج الرئة بعد التعافي من الكورونا، وإن شاء الله نطمن المصريين كلهم عليها أن ربنا يكرمها بشفاء بإذن الله تعالى. هي لسه على جهاز تنفس يا فندم ولا خلاص؟ هي بتتلقى الأكسجين عن طريق التنفس غير النافذ. أما هي الآن نيجاتيف كورونا. ان شاء الله وربنا يتم الشفاء باذن الله وكل المصريين باذن الله تعالى. زي ما حضراتكم شفتوا في مقطع الفيديو، الفنانه دلال عبد العزيز ما زالت على اجهزه التنفس الصناعي، يعني حاله الفنانه دلال عبد العزيز لسه لحد وقتنا ده مش مستقره. طب ايه حكايه بقى الشخص اللي منتحل شخصيه ايمي سمير غانم وبينزل باسمها بوستات على موقع فيسبوك؟ ببساطه الفنان حسن الرداد نزل على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ان الصفحه اللي مكتوب عليها ايمي سمير غانم وحتى صوره الفنان الراحل سمير غانم، الصفحة دي مش حقيقية وصفحة مزيفة. فالفنان حسن الرداد بيحذر لمحدش يتعامل مع الصفحة دي، وانه هيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد صاحب او صاحبة الصفحة دي، ونزل بوست زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة بيقول الكلام ده. ايه حكاية بقى للفنانة هالة صدقي غيرت موقفها؟ ببساطة كده الفنانة هالة صدقي كانت طلعت وهاجمت الفنانين اللي كانوا بيرقصوا في الفرح بتاع احد رجال الاعمال، لكن في مداخلة تليفونية في احدى اللقاءات التلفزيونية هالة صدقي طلعت وقالت عكس الكلام ده، وقالت اللي دي مؤامرة ضد يسرى. كل الناس بتعمل الكلام ده عشان تهاجم الفن والفنانين ويستغلوها وسيله، لان سمير غانم كان محبوب. يعني ببساطه كده يا جماعه عايز اتوضح ان الفنانين ناس كويسين والناس دي مش وحشه، عشان ما حدش يستغل الموقف ده. ده اللي كانت تقصده هلا صدقي. السوشيال ميديا بتكبر، يعني احنا برضو خلي بالك استاذ سيد ان احنا مطمع، يعني الوسط الفني بالتحديد مطمع لجهات معينه او لقنوات معينه، اي حد لو مات من الفنانين بيسلخوه ودكاتر وده وبيشتموا بيقطعوه وما يترحموش عليه وحاجات كتيره كده بنشوفها الحقيقه مش محترمه يعني. لكن ممكن استاذ سمير غانم لانه شخصيه محبوبه جدا 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 حتى لو للاعداء دول، فممكن قوي الجهات اللي هي المتطرفه دي خدت القصه ده اللي هو الهدف بس. انا ضد ان احنا نقوم على يسرى بالتحديد، انا زميلات كتيره راحوا بس هو الهدف كان يسرى بشكل اخص. يعني زي ما حضراتكم شفتوا تصريحات هلا صدقي اتغيرت بعد ما كانت بتدافع عن دنيا وايمي، طلع بتدافع عن يسرى عشان كانت بترقص. اترك لحضراتكم التعليق. قبل ما انهي الحلقه مع حضراتكم النهارده، يا ريت كلنا ندعي للفنان سمير غانم بالرحمه، وندعي لربنا يشفي عن الفنانه دلال عبد العزيز. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.